بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي دوله السيد مارك روتا رئيس وزراء مملكه هولندا الحضور الكريم اسمح لي في البدايه دوله رئيس الوزراء ان ارحب بكم في مصر في زيارتكم التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين ومستوى التنسيق والتعاون المشترك بين بلدينا لقد تناولت مباحثتنا اليوم تاكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائيه في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والعلميه والثقافيه. وعكست المباحثات توافق الرؤى حول أهميه مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الاوروبي ودوليه الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية. اتفقنا أيضا مع دولة رئيس الوزراء على وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصري لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء كما تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين ووضحت لدولة رئيس الوزراء الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من تسعة ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة مثلهم مثل المواطنين المصريين مؤكدا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء السادات والسادة ركزت مباحثتنا بطبيعة الحال على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة حيث أكدت مجددا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطا اساسيا لانهاء الكارثه الانسانيه في قطاع غزه وانهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف انحاء الاقليم كذلك انما تمارس سلطه الاحتلال ازاء المدنيين في قطاع غزه يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقد حذرت مصر مرارا من الخطط الاسرائيليه لجعل الحياه في قطاع غزه مستحيله كما تحذر مصر ايضا من المخطط الاسرائيلي لشن عمليه عسكريه بريه في مدينه رفح الفلسطينيه. بما يهدد حياه ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح تتحمل اسرائيل مسؤوليه حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي. ونؤكد كذلك على ان قرار بعض الدول تعليق مساهماتها لوكاله الاونروا يتنافى مع كافه الاعراف والقيم الانسانيه ونؤكد ويؤكد مرة أخرى على التعامل مع حقوق الفلسطينيين مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها علاوة على ذلك فإن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور السيدات والسادة لا يخفى عليكم ان ما يحدث بغزه امام اعين العالم تقابله في الضفه الغربيه سياسة, سياسه معرقله لحياه الفلسطينيين سواء من خلال اطلاق العنان لعنف المستوطنين او من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكريه ومصادره اراضي مدن الضفه فضلا عن الانشطه الاستيطانيه وتكريس الاحتلال واود ان اختم كلمتي بالتاكيد على ان معاناه الشعب الفلسطيني في كامل الارض الفلسطينيه المحتله على مدار العقود الماضيه لم تتوقف سوى بالاعتراف بدوله فلسطين ومنحها العضويه الكامله في الامم المتحده والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدوليه وان التسويف في حل تلك القضيه يعرض المنطقه بل والعالم باسره لمخاطر عدم الاستقرار شكرا جزيلا وادعو دولة رئيس الوزراء لإلقاء كلمته فليتفضل أود like أن أبدأ بشكر سيادتكم الرئيس, الرئيس السيسي لحفاوة الترحيب وأنه لشرف لي أن أكون هنا ضيفا على مصر وخاصة الآن في بداية شهر رمضان الشهر الكريم لملايين المسلمين في مصر وفي أنحاء العالم نيابة عن هولندا رمضان كريم وبطبيعه الحال تحدثنا في... بشكل مطول عن اسرائيل وحماس هولندا واود ان اؤكد ذلك فاننا نشعر بكل فخر بالدور العظيم الذي تلعبه مصر منذ يوم 7 اكتوبر. سيدي الرئيس فقد اثبت ان لكم دورا لا غنى عنه لوجستيا وانسانيا ومحوريا في هذه الازمه وان مصر وقد اشرت الان ان مصر تضيف الآن تسعة ملايين لاجئ في الوقت الحالي على الأرض مصر نتيجة لذلك ونتيجة لجهود سيادتك فإنه قد طرد العديد من الأشخاص من غزة وكذلك استطعتم أن تقدموا الدعم الإنساني لملايين من الشعب في غزة ولكن كما ذكرت فإن الموقف مأساوي إننا بحاجة ملحة إلى الحصول على أو إدخال الحصول من المساعدات إلى قصة وأن نضمن أنها تصل إلى المواطنين بأمان كذلك فإن هناك ممر للمساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا هو أمر مهم وقد يقدم بعد الإعانات ولكن هذا ليس كافيا في حد ذاتها فلا يوجد بديل عن هذا الأمر الموقف هنا في القتال فإنه يجب أن يسمح بخمسمائة شاحنة وأكثر من ذلك مقابل كذلك خروج أو الإطلاق سراح الرهائن ومصر والولايات المتحدة يعملون من أجل هذا وأأمل بأننا يمكن أن نساعد بقدر الأمكان وأن هذه المناقشات قد تصل الى اهدافها المرجوه من اجل وقف هذا الصراع فاننا نضين عدم الو... إلى حل سياسي وكذلك لابد أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل ولكن من ناحية أخرى لابد أن نتجنب التصعيد والعنف وإن إسرائيل كما تقول فإن الهجوم البري الإسرائيلي في رفح سينتج عنه كارثة إنسانية وهذا يأتي كذلك ضمن سياق الحكومة الإسرائيلية في هذا الصباح تحدثت مع الرئيس بيبي نتنياهو لأن يتوقف ولا يتخذ أو يمتنع عن اتخاذ هذه الخطوة وكذلك فإننا على اتصال لمناقشة الموقف في الشرق الأوسط في نفس الوقت الموقف في البحر الأحمر يثير القلق إضافة إلى الهجوم على السفن مما يسبب كذلك ضررا كبيرا على الشحن التجاري ويضر هنا كذلك بمصر فإن البعثات تآل الدب البعثات التي ترسلها أمريكا وغيرها من الدول المهمة وكذلك حماية أمن البحر والمرور الآمن في هذا المسار الحيوي للشحن وكذلك فإن هولندا لديها مصلحة هامة في إيجاد حل لهذه الأزمة سيدي الرئيس اجتماعنا اليوم يؤكد على تقارب والعلاقات بين البلدين وهذه الفرصة كما ذكرت سيادتك تعميق هذه العلاقات سواء في الإطار الثنائي أو من خلال تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي. فنحن بحق شركاء مقربون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها نرى العديد من الفرص من أجل الدفع بالتحول إلى الطاقة الخضراء وطاقة الهيدروجين وأننا كذلك هناك قمة الناس ستعقد بشأن الهيدروجين في شهر مايو وأأمل وأعتقد أن هذه علاقتنا سوف تتسق في هذا المجال ونكفل أن مصر والاتحاد الأوروبي سيتعاون مرة أخرى سيدي الرئيس أشكرك على حفاوة الترحيب على الصداقة وأتطلع إلى مواصلة المحادثات